بلي راح يطلق هو بطل وين اوريك يا نشر استنى استنى بقرضه تروح سرح ليه وردها تحت هو رئيس الخيالة أها أنا رئيس الخيالة الله يبارك فيك قلنا كلمة رئيس الخيالة ومدرك كلمة نعطوها لهذا هذا بسم الله قلنا رزق عليك قولها قلنا كلمة الخيالة وخيالة هذه رمز للعرب والعروبة والخيل العربي تاع الخيل العربي مانيش موجد إن شاء الله في فرصة أخرى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يلا إن شاء الله إن شاء الله يلا أروح من هنا هذا ما قلنا رئيس بلدية المعمورة هو اللي نظم وهو المشرف على هذه الدورة إن شاء الله خير بمناسبة عيد الاستقلال بسم الله الرحمن الرحيم أولا بادبا نتحيا كل من حضر علينا وجانا في هذه المناسبة العزيزة مناسبة الاستقلال والشباب إن شاء الله ربي يدوم أفراح الجزائر عاشت الجزائر حرة مستقلة بجيشها وشعبها المجد والخلود شهدائنا الأبرار تحية الجزائر بالنسبة للمشاركين نشكر الجمعيات اللي جات ساهمت في هذا منها جمعية الصيد جمعية الفروسية والفانتازيا بجمعيتين الاثنين جمعية الشعراء اللي جانا إن شاء الله من مناطق بعيدة وإن شاء الله يكونوا يحبوا المنطقة هذه وإن شاء الله يبادروا فيها إن هنا رانا نساهموا متى أستاذ في دار الولاية كشافة الهلال الأحمر كل المشاركين كل حضور الكرام وبالنسبة للمديوم رانا في يوم الاستقلال في يوم ماهوش يوم كل الجزائر أيامها استقلال وكل أبنائها وأبنائك كما قال الآخر إنما أموت وأنا وتبقى وكل أبناء الجزائر شهداء إن شاء الله في هذا اليوم المبارك نلتقينا فيه ونبادوا من جهة واحدة أخرى كل السلطات بسعادة على هذا الآخر والمجهودات الدولة اللي راح تبذل على الشيء هذا اللي رانا فيه من مشاريع تنموية راه مباشرة للمواطن رانا نحسوا بالنتيجة على المباشر وبارك الله فيكم يعطيكم الصحة ربي يجزيكم إن شاء الله ربي يحفظك السيد الرئيس على هذه الدورة صحيح صحيتوا صحيتوا وربي يجزيكم ان شاء الله الله تحيد الهون تحيد بايجي يا اخي جينا لا لازم يجي الهون ايه اسمع دركم نشاهد مع هذا الفارس يقوم بلقطة في فن الفروسية وطول هاي